ديما ديما راس. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه بسبب ميني فوت محمد سبول يرد بطريقته الخاصة على الرجاء. ورد الرجاوي محمد سبول بطريقته الخاصة على الأخبار اللي تحدث على خوض المباريات حبية في الملاعب الصغيرة المعروفة بالميني فوت. ونشر سبول عقب انتشار خبر كيهم الحاقه بفريق الأمل صورة لي بأحد ملاعب القرب رفقة مجموعة من أصدقائه. وكيظهر سبول في الصورة رفقة اللاعب يونس الواصلي شقيق الرجاوي السابق زهير الواصلي واللي كيلعب حاليا لفريق اتحاد طنجة. وجات الصورة ساعة واحدة فقط من نشر زميله في الرجاء عبد الصمد البداوي تكذيب كيهم الحاقه بفريق الأمل. وظهر ملعب القرب اللي كيتخصص لإجراء مباريات في ميني فوت وراء اللاعب اللي أراد إرسال رسالة مشفرة ظاهرة في لباسه اللي غير قابل للعب مقابل غياب أي حذاء رياضي. وكيتمنى اللاعبين المحترفين خوض مباريات حبية خارج إطار النادي اللي ما يقدر يتسبب لهم من مشاكل صحية بسبب الملاعب اللي كتلعب فيها المباريات واللي غالبا ما كتكون من نشب اصطناعي أو من الأراضي الصلبة. خبر في نفس السياق بعنوان إدارة الرجاء تعتذر من البداوي. واعتذرت إدارة فريق الرجاء الرياضي صباح أمس الخميس من لاعب عبد الصمد البداوي عقب تأكد براءته من بعض الادعاءات المنسوبة ضده. وتلقى البداوي خلال الحصة التدريبية الصباحية اعتذار بعض أعضاء الإدارة التقنية للفريق الأخضر بعد إقحام اسمه ضمن لائحة كتضم لاعبين شاركوا في مباراة بإحدى الملاعب الشعبية. وأكد مصدر جد مقرب من اللاعب أن هذا الأخير شدد على كونه ما شاركش وما عمره غيشارك في أي مباراة خارج نطاق النادي. واستعان بذلك في مقطع فيديو كيوثق أنه كان رفقة عائلته في نفس توقيت المباراة المذكورة. وتابع المصدر نفسه أن البداوي طالب من إدارة الرجاء في حال عدم وثوقهم بالأدلة اللي قدمها لهم الرجوع كذلك الكاميرات ملعب كرة القدم مصغارة. هذا وشارك البداوي في الحصة التدريبية الأمس تأهبا لملاقاة أولمبيك آسفي للحساب جولة 7 بالدوري الاحترافي. عين على خصم الرجاء عشاء وصرف من مستحقات أولمبيك آسفي يحفز لاعبي قبل قمة الرجاء الرياضي. وأقدم المكتب الموسعي لفريق أولمبيك آسفي على خطوة تحفيزية لاعبيه قبل مواجهتهم لفريق الرجاء لحساب جولة 7 ومنافسات البطولة. وأقام حكيم رويكا رئيس المنتدب لفريق أولمبيك آسفي مأدوبة عشاء على شرف اللاعبين والطاقم التقني بقيادة المدرب الجديد زكريا أبوب ومنخرطين النادي لتحفيزهم قبل مواجهة الرجاء الرياضي غدا السبت. وصرف الفريق المسفيوي جزء من مستحقات اللاعبين العالقة بذمتهم سواء منح المباريات السابقة وكذلك الرواتب الشهرية تحفيز اللاعبين على هزم الفريق الأخضر. جماهير الرجاء تتحسر على عدم انتداب جناح تي بي مازيمبي الكونغولي. وفي تفاصيل الخبر تحسرت جماهير فريق الرجاء الرياضي على عدم انتداب الجناح الهجومي لفريق تي بي مازيمبي الكونغولي في الموسم الماضي وذلك بعد الاداء الكبير اللي قدم امام تشارجي التونسي في دوري السوبر ليغ الافريقي ذهبا وايابا. اللاعب كين زومبي كان احسن لاعب في الفريق الكونغولي مراوغاته الرائعه وانسلالته في الاطراف ومن الان بداوا عده فرق بالاهتمام بخدماته بالنظر للمؤهلات الكبيره اللي كيتوفر عليه. هذا وكان حصل فيليب كين زومبي على تأشيرات السفر للمغرب بدأوا من فريق الرجاء من أجل التفاوض حول انضمامه للقلعة الخضراء بحيث كان الرجاء بدأ مفاوضاته مع اللاعب وفريقه فهذا الرئيس السابق عزيز البدراوي. إلا أن المطالب المالية للفريق خلات المفاوضات توقف خاصة أن علاقة تي بي مازيمبي مع الرجاء متوترة بعض الشيء بسبب صفقة بين مالونغون غيطا اللي مازال ملف ديالها عالق عند محكمة التحكيم الرياضية الطاس. الرجاء الرياضي يقيل مدربه وإطار وطني بارز لتعويضه في الفوتسال. وقرر محمد بودريقة رئيس المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي إقالة محمد ناصيف مدرب فريق الرجاء الرياضي للفوتسال بحيث جهاد القرار بسبب النتائج المتذبذبة اللي وقع لها الفريق منذ بداية الموسم الكروي واللي كانت أخيرها الهزيمة أمام فريق أشبال الجزيرة بست الأهداف مقابل 3. وتلقى فريق الرجاء الفوتسال هزيمتين متتاليتين عجلوا برحيل المدرب بالرغم انتصاره في أولى المباريات أمام كل الدفاع الحسين الجديدي وفريق واد سوس وذلك ضمن منافسات القسم الثاني من البطولة الوطنية داخل القاعة.
وقرر بودريقة التعاقد مع الإطار الوطني رضوان أدرار من أجل إشراف الفريق أخضر خلف النصيف المقال مهامه. وكان النصيف كيتوفر على تجربة كبيرة في الدوري الاحترافي لكرة القدم داخل القاعة، بحيث أشرف على تدريب فريق قنيطري كما أمن المدرب المساعد فريق شباب محمدية، وخاض عديد من التجارب في الدوريات الخليجية. الإشارة في المكتب المديري لفريق الرجاء برئاسة محمد بودريقة كيسعى للنهوض بجميع فروع النادي سواء على مستوى كرة القدم في الملعب وحتى داخل الصالات مرورا بفرع كرة السلة وكذلك كرة القدم النسوية. شركة إيرلندية تحتضن فريق الرجاء الرياضي، وفي تفاصيل الخبر أمض فريق الرجاء الرياضي اللي تام على المستشير الجديد اللي كينتمي لدولة إيرلندا. وحسب بلاغ فريق الرجاء الصفحة الرسمية موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فالشركة الإيرلندية قررت احتضان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم داخل القاعة. وجاء في بلاغ فريق الرجاء يرجى الانضمام إلينا بالترحيب بالرأي الجديد لفريق الرجاء الرياضي لكرة الصالات. هذا وكتنشط الشركة الإيرلندية في تصميم وتصنيع الملابس والأحذية الصلبة المقاومة المياه والمواد الصلبة. فحوصات جديدة للموهوب قبل المغامرة به في لقاء الرجاء المقبلة. وفي التفاصيل قرر الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي إجراء فحوصات إضافية للمهاجم مهدي موهوب قبل ترخيص له الالتحاق بالتدريب الجماعية. وفضل طاقم الرجاء التريث مخافة المغامرة بموهوب على اعتبار نوعية الإصابة والشق على مستوى عظمة الكاحل، وطالب الطاقم الطبي للنصر الخضر بإخضاع المهدي موهوب لكشوفات أخرى مؤمقة للحسم في مسألة المشاركة في تدريب الفريق الجماعية. ومازال موهوب كيعاني من بعض الآلام الخفيفة على مستوى كحيله ما استدعى عدم المجازفة به في المباريات المقبلة للفريق. كان هذا آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال با، في أمان الله ونتلقوا في أخبار رجوي جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آراءكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا.